أعزائي الصغار، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة، وهي عبارة عن تصحيح للأنشطة الداعمة التي قمتم بإنجازها البارحة. إذن على بركة الله سوف نبدأ. سنقرأ النص جيدا. خولة طفلة تحب الطبخ مع خالتها خديجة، تطبخان سوية وتحضران سلطة بالخس والخيار والليمون وعصيرا لذيذا بالخوخ الطازج. إذن سنمر إلى السؤال رقم 1. السؤال يقول: أضع علامة أمام شخصيات النص، ما هي شخصيات النص؟ هل أبو خولة؟ أم خالتي خديجة؟ أم العصفور؟ أم الفلاح؟ أم الرسام؟ أم خولة؟ إذا رجعنا إلى النص سوف نرى أو سوف نجد بأن خولة والخالة خديجة هما شخصيتا هذا النص. إذن مباشرة سوف نضع العلامة هنا وهنا. إذن سنمر إلى السؤال رقم 2. السؤال يقول: أربط بسهم، خولة تحب ماذا؟ هل خولة تحب السباحة؟ أم خولة تحب الرسم؟ أم خولة تحب الطبخ؟ إذن أيضاً إذا رجعنا إلى النص سوف نجد أن خولة تحب الطبخ. إذن سنضع السهم هكذا. سنمر مباشرة إلى السؤال رقم 3. السؤال يقول: أكتب 3 كلمات بها حرف الخاء، لكن يجب أن تكون هذه الكلمات خارج النص. إذن أنا اخترت لكم الكلمة الأولى خبز، الكلمة الثانية اخترت لكم مخدة، والكلمة الأخيرة اخترت لكم صاروخ. إذن سنمر إلى السؤال رقم 4. السؤال يقول: أرتب المقاطع التالية لأبني كلمات. لدينا هذه الصورة ولدينا هذه المقاطع، هذه الصورة تعبر عن ماذا؟ تعبر عن نخلة. إذن المقطع الأول هو نخ، ثم لا، وأخيرا تن. نمر إلى الصورة الثانية أو المقاطع الثانية. لدينا هذه الصورة ولدينا هذه المقاطع، هذه الصورة تعبر عن خاتم. إذن المقطع الأول هو خا، ثم ت، ثم من، هكذا. وأخيرا لدينا صورة خيمة. إذن المقطع الأول خي، ما، تن. والآن سنمر إلى التمرين رقم 5، أظن هو السؤال الأخير. السؤال أتممه، هو سؤال في التحويل. أنا أحب الطبخ، أنت تحبين الطبخ، أنت تحبين الطبخ، هي تحب الطبخ. وبهذا نكون قد انتهينا من التصحيح لهذه التمارين، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، ودمتم في رعاية الله.